الآن إذا أخذنا مثال على الأحواض، هو هذا الأصيص اللي يستعمل يكون يدخل داخل هني، يعني هذا الأصيص نفسه هو نفس هذا، إنما لو نلاحظ أن هناك فراغ تحت في الأسفل، يعني الأصيص الأسود هذا أصغر من الأصيص الأزرق، فهناك فراغ. هذا الفراغ حتى لو تمتد الجذور راح تمتد في مسافة بدون محلول، مسافة هوائية، إنما قد يكون هناك بعض المحلول الجزء البسيط في الأسفل هنا بحدود السانتي سانتي ونص دائما، فحتى لو هذه المسافة فاضية الجذور راح تمتد وتقدر تمتص من الماء إذا كان هناك حاجة لذلك. طبعا كل حوض نقدر نفتح بروحه عند الصيانة أو غيره، يعني بدون لا يأثر على النظام أيضا. وكذلك الآن كل خط من هذه الخطوط للمحبس الخاص فيه، فنقدر نفتح ونسكر المحبس الخاص في هذا الخط. هذا الملخص العام للنظام الموجود. طبعا مثل ما قلنا هذا تو بداية أول أسبوع من الزراعة. السلام عليكم.